تعبت واجتهدت وعلى القمة صعدت، تعبت واجتهدت وعلى القمة صعدت، ثمار جد حصدت ورفعت الراس عالي، حققت الأمانة بجهود وتفاني، نجحت ونحمد الله تحقق حلم غالي. ألف مبروك التخرج يا مهاب، افخري هاليوم وفيت العهود، لابس الوشاح معطوك الورود، ناجحة ومتخرجة وطاغ الفراغ، علي علي هالشهادة باليدين في حصاد ايامي واشهر وسنين، فضل ربي وبدعاء الوالدين، ناجحة ومتخرجة وطاب الفراغ، وأحلى الوردين وإتقان في العمل والمواعيد، الآن وحصريا استديو هذا همسة، يا مهات باهي نورك نوري زاهر وما في لك مظاهر، يا محلى وصوفي بالتعب والجد والعزم الكبير، كل صعب يهون ويزيل العسير، هذه بنت عبد الله غير والله غير، ناجحة ومتخرجة وطاب الفراغ، يمي يمي رتهني وسعدي، افرحي فيها وقولي يا بعدي، فيكي يفخر والفرح بك يبتدي، ناجحة ومتخرجة وطاب الفراغ، اليوم والله يوم لا ما في مثله، شعل وفرح كله يكبر هالسعادة، افرحوا فيها ولها سووا احتفال، يا أهلها وباركوا بأغلى المنال، ثانوية دار العلوم نيت الشهادة، ناجحة ومتخرجة وطاب الفرح، كل طامح للعلا بعزمه وصل، كل مر كان يصبح كالعسل، ومن زرع يحصد كذا قال المثل، نجح ومتخرج وطاب الفرح. والمواعيد الآن وحصريا استديوهات همسة فرح، لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرح، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج مدح، تراحيب تقاعد تكريم، ترقية نقل، وكتابة الكلمات العامة والخاصة، جوال 0505587737، أو من خارج المملكة ودول الخليج جوال 0096655587687. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيدون ولكن الأقدم، خبرة طويلة وإبداع والإتقان في العمل والمواعيد، الآن وحصريا استديوهات همسة فرح، لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات